Rising Giants Network. جماعات كبيرة من المهاجرين والأنصار تطلع تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وترحب فيه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر لابسين الأبيض اللي كساهم فيه الزبير بن العوام لما لقاهم في الطريق. كان منظر مهول والناس كانت مبتهجة بهجة ما صارت من قبل. كان الأنصار يترجون الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينزل عندهم، وفي رجلين من الأنصار كانوا يتنازعون جنب ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل واحد فيهم يشدها من ناحيته. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف ونزل من ناقته ورفع يده للناس، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام للجمع اللي قدامه: اتركوها فإنها مأمورة. تمشي الناقة والكل ناظر فيها، وفي الأخير تبرك بمكان كان يملكه توأم من الأنصار، كانوا يصلون فيه من قبل وكانوا يستعملونه موقف للإبل. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام للجمع: هذا المنزل إن شاء الله. ونادى الغلامين سهل وسهيل وسألهم عن سعر الأرض، لكنهم قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: بل نهبها لك يا رسول الله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رضى أن يأخذ منهم هبة، ودفع ثمن الأرض أبو بكر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبغى هو اللي ينقي الأرض، عشان ما حد يحس من الأنصار أنه فضل أحد على أحد، وترك مشيئة الله تقرر مكان المسجد. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يبدأوا ببناء مسجد على هذه الأرض، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل معهم في البناء. فتشجع المهاجرين والأنصار وكانوا يتعاونون عليه وينشدون وهم جالسين يبنون، مع أن المهاجرين ما كان عندهم خبرة في البناء لأنهم كانوا تجار وحياتهم كانت رغيدة بالنسبة لحياة الأنصار المزارعين والمقاتلين، فكان صعب عليهم، لكنهم ساعدوا بعض. وبنى الرسول عليه الصلاة والسلام حول المسجد بيته، فكان أكثر من غرفة. كان بناء المسجد من أبسط ما يمكن، أعمدته جذوع نخل وسقفه من أغصان النخل وأساسه حجارة، وكانت قبلة المسجد هي بيت المقدس. فجمع الأنصار فلوس وكانوا يبغون يزينونه ويخلوا بناء أحسن، فرفض الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم: ما بي رغبة عن أخي موسى، عريش كعريش موسى. كان يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبقى السقف مثل ما هو على بساطته. كان المسجد للكل، النساء والرجال يجلسون فيه يتبادلون فيه الأخبار، وبوقت الصلاة الكل يصلي، وكان يدخل يهود يثرب والمسيحيين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مركز أن دعوته متممة لدعوة موسى وعيسى وإبراهيم، وهي بأساسها دعوة للتوحيد، وأن الناس كلهم أمة واحدة وأخوة. هذا بودكاست الرسول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحلقة الخامسة بعنوان مدينة الرسول. كانت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر من مكة للمدينة صعبة، لدرجة أن أبو بكر بعد ما وصل تعب ومرض وحس أنه بيموت. كان السفر بوقتها خطر حقيقي على حياة الشخص، أنك تمرض وتموت بعد السفر هو شيء وارد يحسبون حسابه، حتى أنهم يدفنون الشخص مكان ما يموت. بعثوا لأهله وأهل الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يلحقوهم، وبالفعل بعد ما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام بأيام لحقوا بناته أم كلثوم وفاطمة، وهاجرت معهم زوجته الثانية اللي تزوجها بعد وفاة خديجة، سودة بنت زمعة، وكان يحتاج أحد أنه يساعده لأن الحمل كان كبير على فاطمة اللي كان يناديها أم أبيها. وهاجر معهم عبد الله بن أبو بكر وأم رومان وأخته أسماء وعائشة بنت أبي بكر، ووقتها كان الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبها، ومعهم زيد بن الحارثة. كان الزواج بوقتها غير الزواج بوقتنا، فكان طبيعي الواحد يخطب بنته وهي صغيرة وتبقى عند أهلها لسن البلوغ وبعدها يتزوجها. وكان الزواج بوقتهم له أهداف كثيرة، ومن هذه الأهداف تقريب العلاقات وأنهم يخلقوا رابطة أسرية بين بعض، وكان من الطبيعي أن الرجل يكون عنده أكثر من زوجة ولما يتوفى يتزوجون من بعده. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له خصوصية غير الناس، أنه ما حد يتزوج زوجاته بعد ما يموت. لكن زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام بقت مع زوجها المشرك أبو العاص بن ربيع ابن خالتها في مكة.
كانت قريش عرضت عليه يطلقها ويتزوج غيرها لكنها رفض. وكان عندهم وقتها ولد اسمه علي بن أبي العاص وبنت اسمها أمامة. هم أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم بعاد عنه، وكانت فكرة أنهم يكبرون مع مشرك مقلقة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر قدر يقاوم المرض وتحسنت صحته بعد ما جوا أهله. المهاجرين للحبشة لما سمعوا أن المسلمين هاجروا للمدينة فرحوا، وجزء منهم قرر يهاجر معهم للمدينة، وكان منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن رقية تعبت في السفر، وصلت للمدينة وهي صحتها تعبانة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قدامه تحدي كبير الآن. كان عدد المهاجرين من مكة ليثرب يزود كل يوم، وكل واحد يبغى يهاجر ينتظر الوقت المناسب والظروف المناسبة، لأن عملية السفر ما كانت سهلة أبدا. لكن هذا خلق تحدي ضخم عند الرسول عليه الصلاة والسلام. يثرب ما كانت مدينة فيها موارد أو فيها فلوس كثير، وكانت تعتمد على الزراعة اللي أغلبها تمر، والتجارة وتعاون القبائل اللي حولها وعلى مكة. وكانت قريش في مكة بتبدأ مقاطعة اقتصادية ليثرب واللي فيها، والمهاجرين كلهم الحين عبء على الأنصار، ما عندهم بيوت ولا شغل ولا شيء. لكن لأول مرة كان للمسلمين بلد يقدرون يمارسون شعائرهم ودينهم ويحددون قوانينهم ويكونوا أنفسهم. لكن بنفس الوقت هذه الميزات جت مع تحديات عظيمة وثمن باهظ. تركوا أهلهم وبلادهم ومالهم، ولازم يرجعون من الصفر ويحاولوا يعرفون كيف يعيشون من جديد. فكان الحل عشان ما يرجعون للصفر هو المؤاخاة. كان العرب عندهم الكرم والإيثار ما في مزح، إذا جاهم ضيف يعطونه كل اللي عندهم وأكثر. وكانت هذه واحدة من أخلاق العرب اللي أبقى عليها الإسلام وأثنى عليها. وكانت نزعة الأنصار لهذا الكرم والإيثار مضاعف، لأنه اللي يصير معهم شيء ما صار بتاريخ الجزيرة العربية. وجهة نظرهم أن المهاجرين ناس تركوا بيتهم وأهلهم عشان يجون يسكنون عندهم، فصاروا هم أهلهم وأكثر. يجمع الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار والمهاجرين في دار أنس بن مالك زعيم من زعماء الخزرج، فينادي الرسول صلى الله عليه وسلم على أول الأنصار: يا سعد بن معاذ. يجلس سعد بن معاذ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وينادي الرسول أول المهاجرين: يا أبا عبيدة بن الجراح. فيجلس أبو عبيدة مقابل سعد بن معاذ. يمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بيد سعد ويضعها بيد أبو عبيدة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أخوك أبو عبيدة خرج من مكة تاركا أهله وماله في سبيل رسالة الله، واليوم هو أخوك، له ما لك وعليه ما عليك، ترثه ويرثك. فرد عليه سعد بن معاذ وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعطي أبا عبيدة نصف داري ونصف مزارعي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تضر بمالك يا سعد، بل يعمل معك وتعطيه نصف ثمارك. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبغى أن يضر الأنصار بنظام المؤاخاة أو يأثر على اقتصاد يثرب اللي يعاني بعد ما استضاف المهاجرين من مكة. أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لكل مهاجر أخ أنصاري يساعده ويعطيه من ماله. منهم كان سعد بن الربيع الأنصاري اللي آخاه الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف المهاجر. استضافه سعد في بيته وقال له: حللت أهلا ونزلت سهلا أخي عبد الرحمن، أنا عندي دارين، اختر التي تعجبك وأعطيك إياها، وعندي زوجتين، اختر من تحب وأطلقها وأزوجها لك. رد عليه عبد الرحمن بن عوف وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك يا أخي سعد، دلني على السوق ورزقي على الله. طبعا كان عبد الرحمن بن عوف من تجار مكة الأذكياء وكان يده فيها بركة. يأخذ سعد على السوق وهو مستغرب كيف يتاجر وهو ما معه راس مال أو حتى ملابس غير اللي يلبسها. يمشي عبد الرحمن في السوق وشاف تاجر يبيع نعجة. معي نعجة عمرها شهرين ولحمها طري، من يشتري نعجة؟ السلام عليكم يا أخي، أنا مسلم جئتكم من مكة
وأريد أن أشتري نعجتك، بكم تبيعها؟ لأهل مكة بثلاث دراهم. ولابن القرشي من مكة أتبيعها بدرهمين؟ والله لا أردك خائبا. أتثق في يا أخي أن أعطيك الدرهمين في آخر اليوم، وإن لم أرجع بها أرجعت نعجتك؟ والله ما عهدنا عن أهل مكة إلا خير. بارك الله في حلالك ومالك. أخذ عبد الرحمن النعجة على سوق ثاني في آخر يثرب، وشاف تاجر غني ينادي عليه عبد الرحمن: تبدو أنك رجل عز ومال، أولا تشتري نعجتي؟ عمرها شهرين، لحمها طري، تطعم القوم وترفع منزلتك. يناظر التاجر في النعجة ويحب كلام عبد الرحمن معه: وبكم تبيعها؟ أبيعها بخمسة ولك بأربعة دراهم. اشتريت، خذ منه النعجة يا غلام. وبقى عبد الرحمن على هذه الحال يبيع ويشتري حتى كفى نفسه، وما انتهى الشهر إلا هو صاحب بيت ومتزوج. المهاجرين من مكة كانوا يعرفون التجارة بشكل جيد، على عكس أخوانهم الأنصار المزارعين في يثرب. كانت التجارة والأسواق في يثرب محصورة على القبائل اليهودية. مثل ما الأنصار شاركوا زراعتهم مع المهاجرين، شارك المهاجرين تجارتهم معهم وافتحوا سوق للمسلمين ينافس أسواق اليهود. بعد فترة من الجلسة في يثرب واستقرار الأوضاع وتأسيس سوق جديد، بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يحس بأنه في مركز يقدر يأسس فيه قوانين جديدة لشكل جديد من المجتمع المدني. ومع أنه كثير من هذه القوانين كان مفهوم ضمنيا من كلامه ومن القرآن وتعاليم الدين، كان يبغى يجعل شيء أوضح وملموس أكثر، فكتب قوانين نقدر نعتبرها دستور لدولة جديدة، بذور للدولة الإسلامية. وكان فيها بنود كثيرة، من أهمها أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، يعني أنهم في مرحلة جديدة تماما. راحت وقت العصبية القبلية ومشاكل الجاهلية وتقاليدها المؤذية، ما دام جمعهم الدين فهم أمة واحدة. وحط في الدستور أنه للكل حق ما دام ينصرهم بالحق، وخص اليهود بالكلام لأنهم كانوا كثير في يثرب، فكتب أنهم في أمن لهم مزايا مثل المواطنين، حتى يأمنهم ويأمنوا ويقدرون يتعايشون بإسلام، وأن المسلمين مسؤولين عن بعض في حال أحد منهم أخطأ، وأن خلافاتهم ونزاعاتهم يحلها الله ورسوله. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكم في النزاعات، وبعده يجي الدين. فكانت قواعد المجتمع الجديد هو العدل بين الناس ومكارم الأخلاق، والتركيز على أنه الكل سواسية إلا بالعمل والتقوى. وهذه واحدة من أهم نقاط الخلاف اللي كانت مع الجاهلية، اللي كانوا يعتبرون النسب فوق كل شيء. وكان يحث الرسول عليه الصلاة والسلام على تعليم القراءة والكتابة والبحث عن العلم بكل أشكاله. وكانت من أقواله المتناقلة وقتها: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمثل ما كان يعمرون يثرب، كانوا يعمرون العلاقات بينهم ومجتمعهم الجديد. لكن مشكلة تكدس الأموال بين أيدي عدد صغير من الناس كانت لسه موجودة، وكان من الضروري حلها. وكانت الزكاة مفروضة من لما كانوا المسلمين في مكة، لكن بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام في تفصيل أحكامها في يثرب بعد ما صار في دولة لها قوانين، وصار أسهل حصر وجمع المال وتوزيعه وتحديد مقدارها. وعلى عكس التبرع والصدقة اللي كانوا العرب مشهورين فيها، كانت الزكاة في الإسلام إلزامية ونظام كامل وواضح كجزء من قانون الدولة، لأنه صارت حاجة إعادة تدوير المال من المسلمين الأثرياء للي ما معهم ضرورة ملحة، عشان ما يصير في طبقية في المجتمع ولا يكرروا أغلاط قريش. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعثمان من أكثر الناس اللي يتصدقوا ويتزكون، وأغلب صدقاتهم وزكاتهم كانت رايحة لتحرير الرق والعبيد. كان صعب على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينهي العبودية مرة واحدة، لأنه راح يثير غضب الملاك، لكنه وضح أنه لازم يكون تعامل الناس مع عبيدهم وملك يمينهم برقة أكثر، وخلى اعتاق الرقاب من أهم الأشياء اللي ممكن الواحد يسويها. وحس الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صارت تغييرات كبيرة على نظام الحياة في يثرب، وأن هذا المجتمع الجديد يحتاج بداية جديدة. فجمع المسلمين وأخبرهم باسمها الجديد المدينة، وقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله،
بدأ المسلمين وأهل المدينة يتعودون على نظام الحياة الجديد بتغييراتها التدريجية، وكان في حماس مستمر في الجو وإحساس بأنهم يسوون شيء عظيم. وكان المسجد النبوي مكان التقاء مهم للجميع، يصلون فيه ويجتمعون فيه، يتحدثون ويتباحثون في الدين والقرآن وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتكمون له. وفي البداية كان الناس يطلعون على الصلاة بشكل تلقائي متى ما صار وقتها، ما كان في نداء معين أو إعلان مثل ما كانوا يجتمعون ويصلون في مكة. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين يستشيرهم في موضوع الجمع للصلاة، فقال واحد له من الصحابة المهاجرين: نجعل راية ننصبها وقت الصلاة فيراها الناس ويخبرون بعضهم بعضا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحس أن هذا الخيار صحيح، فأشار عليه واحد ثاني من الأنصار: إن اليهود لهم بوق ينفخون فيه ليجمعوا للصلاة، فلنجعل لنا بوقا مثلهم، بل نجعل لنا جرسا نقرأه. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وقال: هو من أمر النصارى، ما عرفوا يلقون حل، وانفض المجلس بدون قرار يعجبهم. وراحوا الكل يفكر في الموضوع، ومنهم صحابي اسمه عبد الله بن زيد. هذيك الليلة نام عبد الله بن زيد وحلم بمنامه بنداء فريد، فراح ثاني يوم على الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس عنده ومع عمر بن الخطاب. يقول عبد الله بن زيد للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. يناظرون لعمر يبغون يقول شيء، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، رأيت مثل ذلك. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تخبرني؟ فرد عمر باستحياء على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: سبقني ابن زيد فاستحيت. فيقوم الرسول عليه الصلاة والسلام ويكلم بلال بن رباح ويقول: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد ففعله. فيقول عبد الله بن زيد لبلال كيف شاف الأذان بمنامه. طلع بلال فوق مكان عالي على جنب المسجد، والشمس تغرب وراه بيوم ربيعي خفيف، والناس رايحة وجاية من السوق. يناظرون للمسلمين ولا هم فاهمين شيء، ويبدأون يجتمعون حوله، ويبدأ بلال بصوت حلو وجهوري يرن في كل بيت في المدينة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله
يؤذن بلال أول أذان في الإسلام، وتجمهر المسلمين حوله وعيونهم كلها دموع وفخر. كان تتويج أنه صار لهم مدينتهم ومسجدهم، أنه صار لهم نداء خاص لصلاتهم، وحس المسلمين بعزة ما بعدها عزة. وكان بلال يوقف على مكان عالي قبل الفجر ويقول قبل لا يأذن: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا على دينك. كان هذا الدعاء من بلال بن رباح، لأن المهاجرين ومعهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما نسوا مكة ولا غابت عن خاطرهم، وصعب حالهم على الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان يحس بالشوق لمكة مثلهم. فكان العرب معروفين بحنينهم لبلادهم، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. كان الأنصار عايشين بحب وود بين بعضهم البعض، ما جربوه بين بعض من قبل، لأنهم كانوا قبيلتين متعاركتين قبل كذا، الأوس والخزرج. وكان الأوس والخزرج بحرب مستمرة، ودائما بينهم ثار قبل ما يدخلون الإسلام. فبعد ما صاروا أنصار اختلفت الآية وصارت بينهم مودة كأنهم قبيلة واحدة. لكن هذا ما كان يعجب القبائل اليهودية اللي كانت موالية لقبيلة من دون الثانية، وكانوا يخافون من أنه يقوون العرب عليهم بعد ما كانوا متفرقين وضعاف. فما مرت فترة حتى رجعت المشاكل من جديد. بيوم كانوا جالسين يتحدثون، جاء شخص اسمه شاس بن قيس، أرسل شاب بينهم يقول شعر عن حرب كبيرة بينهم يقولوا لها يوم بعاث. فبدأ يتذكرون الحرب وبدأ صوتهم يعلى على بعض، فقال واحد منهم: إن شئتم رددناها الآن جذعة. فرد عليه ثاني وصار دمه يغلي: لقد فعلنا، السلاح السلاح. وكان راح يبدون بقتال مثل قبل، سمع الرسول عليه الصلاة والسلام صياحهم وركض عليهم وصرخ فيهم وقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم؟ يقف القتال مرة واحدة وحسوا بالخجل. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاي يصلح بينهم ويهديهم، لكن في جزء منهم ما كان راضي بهذا الصلح، وكان أبو جهل يبغى يستغل هذا الشيء. أغلب أهل قريش كانوا بدأوا ينسون المسلمين وهجرتهم ويكملون حياتهم وتجارتهم، لكن أبو جهل كان بكل بساطة يغلي وما نسى الموضوع، ما عاد فيه عقل بعد ما كان اللي صار. كان أبو جهل يعرف أنه عبد الله بن أبي بن سلول كان راح يتوجونه ملك في يثرب، لكنهم لما لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام غيروا رأيهم، وعارف أنه بن سلول راح يكون حاقد على هذا الموضوع. فقام جمع دار الندوة وأصر عليهم وشحن فيهم ليكتبوا رسالة يستفزوا فيها بن سلول ليقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ويطلعونهم المدينة. أرسلوا الرسالة في خفية الليل. الرسالة كانت مختصرة وكلامها واضح، وكانوا يقولون فيها: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتليكم ونستبيح نساءكم. بن سلول وصلت هذه الرسالة وحس أنه لازم يتحرك. جمع الناس من الأوس والخزرج اللي ما بعد أسلموا، وطلع حامل السلاح على الرسول عليه الصلاة والسلام يبغى يقتله. الأنصار يخرجون ويقفون بينه وبين المهاجرين. يصيح فيهم بن سلول: والله لنخرجنه، فما يملك أمرنا إلا من هو منا، وما كنا أعداء قريش قبل أن ينزلوا بيننا. ورد عليه واحد من الأنصار وقال: بل لنقاتلن قريشا والعرب كلها، ما عاهدناه على خذلانه، وما بعث الله رسوله شرفا لنا لنتركه لطمع الطامعين. اشتد النزاع بينهم وأوشكوا على أنهم يضربوا بعض، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ويقف بينهم. الأنصار أنزلوا أسلحتهم احتراما،
ويقول لهم الرسول: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وأخوانكم. جابن سلول يبغى يهجم، لكنه وجد كل اللي معه رمى سيوفهم على الأرض، فرمى سيفه وهو كله غيظ. جزء من المعاهدات اللي سواها الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها كانت مع القبائل اللي جنب المدينة، حتى يكونوا في أمن من الغزوات ويقدرون ينشؤون بلادهم بسلام. لكنهم ما كانوا آمنين قريش. وضع المهاجرين في المدينة كان صعب، حتى مع المؤاخاة بدوا يصيرون عبء اقتصادي على الأنصار. ما كان عندهم شغل حقيقي أنهم يقدرون يسوونه. السوق في المدينة كان صغير ومحتكرين اليهود والعرب الأغنياء، والأراضي الصالحة للزراعة وبساتين النخيل كانت مزروعة كلها، وكان لازم يأمنون أنفسهم اقتصاديا حتى ما تصير في مشاكل وتكبر أكثر. كان ظل مكة البلد السابق يخيم على قلوب المهاجرين وعلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت مركز الجزيرة العربية التجاري، واللي تركوه وراهم ثمين جدا، فلما هاجروا سرقت قريش كثير من ثرواتهم وأموالهم وحلالهم وكذلك بيوتهم، وهي اللي أجبرتهم على الهجرة نتيجة الأذى المستمر والتعذيب، وكان لازم أنهم يوجهون لهم ضربة توجعهم. وكان موقع المدينة ممتاز لمهاجمة القوافل التجارية اللي نازلة وطالعة من مكة للشام. فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بإرسال مجموعات من المهاجرين عشان يهاجمون القوافل هذه. ما كان الهدف من هذه الغزوات أنهم يؤذون أحد، كان قرار غزوات ذكي. فإما تضطر قريش أنها تعترف بالرسول عليه الصلاة والسلام والمدينة وتتعاهد معهم فيقدرون يبيعون ويشترون ويحجون، وإما تأخذ منهم أسرى وبضاعة، شيء يعوضك عن هجرتك لبلدك وخسارتك لمالك، أو على الأقل تضر القوافل وتعطلهم وتفتح مجال لتجار من عندك. لكن المهاجرين ما كانوا مقاتلين ولا هم متعودين على الغزوات. أغلب مكة كانت تاركة حياة البدو من زمان، ولا عندهم قوة وسرعة اللي متعودين على الغزوات. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الغزوات في البداية ما كانت ترد لهم شيء، وكانت قوافل قريش تهرب بكل مرة. وبعض الغزوات كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه يقودها، والغزو ما كان شيء سهل أبدا. كانوا يطلعون أيام توصل 10 و15 يوم، وكانوا يطلعون متخفين حتى ما تشوفهم القوافل، وكان لازم يعرفون سرعة القافلة ومن وين بتمر. فكان الجواسيس والمتخفين شغلهم مهم جدا، وكانوا لما يطلعون يتحالفون مع قبائل العرب البدو والقرى المهاجرة. لكن بدأت هذه الغزوات تضايق قريش وتحسسهم أنهم ما هم في مأمن، وبدأت تأثر بتجارتهم. في شهر رجب آخر الأشهر الحرم، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية من مهاجرين يقودهم عبد الله بن جحش، وما قال لهم وين وجهتهم أو المهمة اللي رايحين لها. أعطاهم كتاب ووصاهم ما يفتحونه إلا بعد يومين من خروجهم. بعد يومين فتح عبد الله بن جحش الكتاب وقرأ: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد فيها عير قريش وتعلم لنا من أخباره. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يثق بالجواسيس في المدينة، وما كان يبغى قريش تدري أن المسلمين ينتظرونهم. أرسل هذه السرية استطلاع فقط. بعد ما خلص قراءة الرسالة قال ابن جحش: يا رجال، أرسلنا الرسول لنستكشف قافلة من كفار قريش، وأنتم غير مكرهين. من أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. طبعا كامل السرية وقفوا وقالوا بصوت واحد: سمعا وطاعة لرسول الله. مشت السرية باتجاه نخلة، جلسوا بين الشجر ويخفون أنفسهم وينتظرون القافلة عشان يرجعون بأخبارها. مشت قدامهم قافلة من قريش تحمل أموال أكثر من اللي كانوا يتوقعوه، وما نزلت القافلة في نخلة مثل ما كانوا يتوقعون. يقول رجل من السرية:
إنها عير محملة زبيبا وأدما وتجارة، لا يمكن أن ندعها تفلت. رد عليه زميله: نحن في آخر يوم من رجب، إن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام. فرد عليه مرة أخرى: لكن إن تركناهم اليوم دخلوا مكة والحرم. إن رجعنا بهذه القافلة إلى المدينة سيفرح بنا رسول الله والمسلمين. فكر ابن جحش وقرر: قريش انتهكت كل حرماتنا، والله لا ندع هذه القافلة تفلت، ادخلوا عليهم. هجم المسلمين على القافلة ومسكوا اثنين وأخذوهم أسرى، لكنهم قتلوا عمرو بن الحضرمي أحد كفار مكة. وهم في الطريق استوعب عبد الله بن جحش اللي سواه مع قافلة محملة للمدينة المحتاجة كل درهم اليوم، لكنه انتهك الحرمة اللي كل العرب ما يختلفوا فيها، وما يدري كيف راح تكون ردة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو حتى ردة فعل قريش. ممكن اللي سواه يضر المسلمين أكثر وما يفيدهم.